نيجي بقى للأستاذة شيماء. شيماء انتي مخرج منافس بس مصممة الديكور كمان. عمرك حسيتي انك عايزة تبقي قدام الكاميرا زيهم؟ لا لا خالص. بتتخانق معايا مرة اتزنقنا في حد عايزينه يمثل معانا ومفيش، كانت واحدة مكسورة والتانية مش فاضية. انا ودي نص ساعة بتحايل عليها يا بنتي ما فيهاش حاجة، مش راضي. ليه طيب؟ لا انا بحب ورا الكاميرا اكتر، يعني بفضل ان انا اشوف المشهد من بعيد. كاتبة اساسا انا بتساعديه في الكتابة؟ مش قوي صراحة مؤخرا لا، بس يعني انا اعرف نادر من حوالي 8 سنين، فاحنا بادئين الحوار ده مع بعض، كنا بنكتب مع بعض الاول وبعدين بقى بقينا كل شوية. كنتوا بتكتبوا ايه مع بعض؟ سكتشات برضو لنادر لوحده لما كان كنا بنبيعها لناس بتشتغل تعمل فيديوهات وكده، فكنا بنقعد نكتبها وبنبيعها لهم في الاخر. ووقت الصفحه الاولانيه يعني. اللي كان هو عامل تيم تاني، كانت صفحه تانية برضو كان هو عامل تيم، بس هو كان مخرج بس، كنا بنكتب مع بعض وكان بيبقى فيه ناس بقى تانية، كان تيم تاني خالص. بس دي برضو الوقت اللي هو الدنيا ما كانتش ظابطه فيها قوي. اكتر حاجه حابه انضمامك للفريق علشان بيديكي ايه؟ لا انا بحب الشغل ده جدا، يعني انا بحب التصوير عامه، انا فوتوغرافيا وفيديو، وبرضه نادر هو اللي دخلني مجال الفيديو، هو اللي دربني. كنت مصور فطلع عليا. واضح يا نادر ان انت تعملي لوكيشن باقل التكاليف، يعني دي مهمه صعبه. دي حدوته دي. لان انتوا كلكم انتوا انت نادر اللي بتدفع؟ انا اللي بدفع فلوسك؟ بتساهموا يا بنات؟ لا لا ما حدش بيساهم. هو نادر بس بننفخ بالونات وبنعلقها وبمرمطهم في اللوكيشن بس. وبتعلقوا براويز وبنعلقها وبتدهنوا حاجات. حابة تختاري ازاي اللوكيشن باقل التكاليف؟ مبدئيا اختيار اللوكيشن بيبقى على حسب السكتش، ريفرنس بقى شغاله بيني وبينه على الواتساب، احنا عايزين نعمل كذا عايزين نعمل كذا، وبتيجي بقى مرحله التنفيذ. انا شويه يعني الحمد لله ربنا مديني موهبه ان انا بعمل الريسايكل او بنفذ كل حاجه باقل الخامات، بحيث انها تبقى شكلها طبيعي جدا، ودي حاجه عندي من زمان يعني. يا بختهم بيكي. ده حقيقي.